ايه بس هو كان يمثل باللهجة الكويتية، اه اوكي مظبوط. كاركتره، وما كان يعرف يقرا ولا يكتب. فيه يمكن الناس ما تعرف من هالمعلومه انه كان هو امي ما كان يقرا ولا يكتب، ايوه ولكن موهبته شالت، كان يحفظ، يحفظونه، ايوه وجراءته لما يتكلم فيعطي احساس انه هو لا يعرف يقرا ويكتب. في ناس يمكن ما تعرف هذه الميزه.